اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير، كل الامه الاسلاميه بخير وسلام يا رب، والشعب المصري في امان وسلام ليوم الدين. عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين. بنذبح لسه جايين من الذبيح، معانا لحمه الراس ومعانا اللحم الكندوز ومعانا الكلاوي ومعانا الكبد، كل حلويات الخروف. ولكن عايز اقول كلمتين حلوين قبل ما ابدا الحلقه. العيد عيد لحمه، يعني اللي احنا ممكن نتغدى نتعشى، مش لازم نخزن اللحمه. كان زمان ممكن نخزن اللحمه 15 يوم 20 يوم، ايه المشكله؟ اول يوم وتاني يوم، تاني يوم العيد والباقي نوزع على القرايب والحبايب والجيران والاقربون اولى، والحاجات اللطيفه الحلوه ديت صدقوني بجد بتفرح الناس، وجبران الخاطر ده عند ربنا حاجه كبيره. خلونا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده الفته، والعيد من غير فته تبقوا ناقصوا حاجة كده، بس هو طبعا عيد عيد، بس الفتة دي أساسا عندنا في كل الدول العربية ومصر بالأخص. هنعمل الفتة النهاردة، هنشوف نعملها ازاي بطريقة جديدة. معانا كمان لحمة مفرومة، أنا بحب الرقاق أوي على فكرة، ممكن الرقاق على السفرة ما أكلش غير جنبه طبق سلطة خضراء. عدل السفرة يوم العيد صحن بطيخ حلو من خير أرضنا، والبطيخ معانا بسم الله ما شاء الله تعيدنا بطيخة حلوة، ومعانا سلطة خضراء. هو ده عدل يوم العيد، لأن فيه لحوم كتيرة فلازم يكون فيه سلطة خضراء، فواكه مشكلة، الحاجات اللطيفة ديت. أنا عايز أستأذن حضراتكم وأطلع فاصل، لأن الشكل اللحمة بيغريني بصراحة وبغازلها، فعايز أعمل حتة فتة، شوية فتة حلوين، وأعمل شوية رقاق حلوين. أستأذن حضراتكم ناكل الكبدة ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إيه حكاية الفتة اللي كل سنة مع الشيف بيبقى لها طعم تاني. أوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. السكينة والمستحد مش لعبة أي حد، إحنا يوم العيد الأضحى المبارك كل واحد في العيلة عايز يعيش دور الجزارة، زي ما شهر رمضان الكريم كده كل واحد بيعيش دور الشيف. إحنا عندنا عادات حلوة، بنذبح الصبح، بنوزع اللحمة على الجيران والحبايب. أنا معايا حتة لحمة كندوس حلوة كده، عايز أعمل شوية فتة، والفتة دي مدرسة، كل ست بيت مصرية عربية بتبدع فيها وبتعملها بطريقة مختلفة. هنشوف مقادير الفتة على الشاشة. أستاذ رحاب كل عام وحضراتكم بخير، كل فريق العمل اللي بيشتغل معايا، الشباب اللي زي الفل، الكنترول والإخراج والمصورين والمساعدين والفنيين وكلكم، كل عام وحضراتكم بخير. معانا اللحمة، معانا اللحمة، ومعانا طبعا البصل، ومعانا توم، ومعانا شوية بهارات حلوين، وهي الفتة لازم نهتم بحتة اللحمة. ولكن في طريقة سلق اللحمة في المية بتاعتك لازم تكون بتغلى على النار كده وفيها شوية بهارات ومحضرها. ميه ما تنفعش تحط على اللحمه ميه بارده عشان تطلع معاك، شفت الميه زلزال في قلب الحله، هغطيها كده عشان درجه الحراره. وتعالوا نشوف مع بعض ازاي اخليكي تسلقي اللحمه وما يبقاش فيها زفاره، وخاصه الضاني بيبقى فيه شويه زفاره. حته اللحمه بتاعتنا زي الفل، هنجيب بصلايه كده زي الفل من دي كده اهي، بصلتين حلوين، وانا بحب البصل اللي هو بيبقى مستوي مع اللحمه، بيبقى شارب من شوربه اللحمه، بيبقى طعمه حلو قوي. ادي بصلتين، اللهم صل على النبي، وادي اللحم بتاعنا، مش هحط سمنة ولا أي حاجة، أنا هكتفي بالدهون اللي موجودة في حتة اللحمة. شفت ازاي؟ وأشم ريحة اللحمة كده والجزارة، لأن اللحمة لما بتبقى دي لسه لا داخل التلاجة ولا أي حاجة خالص، ولا اتجمدت بدمها. أه الله، اللهم صل على النبي. ومعانا عود روزماري حلو، قرن فلفل حلو، عودين قرفة حلوين، شوية حبهان حلوين أخضر، شوية قرنفل، فص بستكة حلوة كده فرضية الحلة. شفتوا الخلطة دي كده زي الفل يا عم الشيف. هنجيب ايه يا عم الشيف بقى؟ معلية زيت صغيرة لزوم الشيء، هو ده كده بس خلاص. ونقلب اللحمة دي كده، دي طريقة سهلة خالص تقدري تسلقي اللحمة بطريقة جديدة، وفي نفس الوقت كمان ميبقاش فيها زفارة. ونقلبها كده، الله، استوت اللحمة يا فاروق. تقعد انت جنب اللحمه وجنب الحله ساعتين اهي. اول ما لونها يتغير، التحميره الحلوه دي كده مع التوابل والبهارات والحبهان والروزماري الحلو، شوفوا ازاي. معايا فص ثوم حلو كمان في قلبيها، هي ده ينسل الزفاره. ومكعب الزبده الحلو ده انا عايزه، مكعب زبده في سلق اللحمه. جربي بس الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. في هنا سنس، في هنا فكر طهوي. كعب الزبده ده بيسرق الفليفر والطعم بتاع الخضار اللي هو البصل والثوم والروزماري. شفت ازاي؟ التقليبه دي لغايه لما الزبده دي ملهاش
اي عنوان في قلب الحله وعند ميه بتغلي شفناها من شويه. التقليبه دي مهمه يا اختي. استوت اللحمه، على ما توزعوا اللحمه ونوزع الحبايب والجيران هتغدوهم فته. عندنا ميه بتغلي اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك دي سخنه فبنشيلها كده بالراحه وتنزل على اللحمه. يا عم الشيف دي طريقه سلق اللحمه اهي، بص على الحلاوه. هو ده، انا عايز شوربه، عايز شوربه للرقاق وشوربه للحمه وشوربه للفته. خلصت الحلقه، بس استوي اللحمه بقى كده براحتها. شفت ازاي يا ست الكل للمبتدئه في المطبخ؟ انا عارف ماما وخالته وعمته وتيتا اشطر مني في سلق اللحم، ده الطبيعي، واذا ما اعترفتش بكده ما بقاش انا الشيف المغازي. لا، الام لما تعمل سمع هوس، بركه الام في المطبخ. لا تقولي لي اعظم شيف في الدنيا كلها. شوفي يا ام، ولكن المبتدئين في المطبخ لغايه دلوقتي يقول لك اللحمه بتشد مني. الصدمه الناريه اللي انا خدتها دي مع شويه التوابل بتمنع الصدمه، بتمنع شده اللحمه. اللحمه ما فيهاش زفاره، فص المستكه حطيته وسيحناه مع مكعب زبده مع معلقه زيت مع بصل مع ثوم، شويه شوربه زي ما قال. لا يا عم، كتاب مين؟ كتاب خلصت خلاص، جبنا الجلده زي ما قال المغازي. تعالوا مع بعض على اللحمه بتاعتنا ما تستوي ونغطيها عشان نكسب وقت. عندي في المنيو بتاعي النهارده شويه رقاق. الرقاق يعني لحمه مفرومه في العيد بالذات، والرقاق طري او رقاق ناشف، الاثنين موجودين عند الراجل الكنفاني. وبصل وتوم وشويه مكسرات حلوين انا عايز اضيف له، وما تنسيش برضو ايه البهارات الحلوه بتاعه الرقاق. المقادير على الشاشه، لحم مفروم ورقاق طري. يشيل الكيس ده كده، احنا حاطينه في الكيس طبعا علشان ما ينشفش مننا، ده الطبيعي اهو. بسم الله ما شاء الله، ده الرقاق الطري بتاعنا، كميه كبيره اهي زي الفل. تقدري تعملي من الرقاق ده فاهيتا، سندوتشات للاولاد فاهيتا اهو. تقدري تعملي سندوتشات كمان، شاورما في العيد، نعمل شاورما عادي، شاورما لحمه. بتتعمل ازاي شاورما اللحمه يا شيف؟ بتتعمل بالزبادي، تتبل حته اللحمه بالزبادي، بتتعمل بالخل والبهارات والحاجات اللطيفه، وتقعد لها في الثلاجه ساعتين زمن، تبقى عملت شاورما، تبقى غيرت برضو ايه منظومه الفته زي ما انت عايز. يعني انا بقول ليه فته؟ لان اغلبيه الناس واغلبيه الحبايب يوم العيد ده لازم نفطر الكبده والغدا فته، دي اساسي بنسبه كام؟ 90%. انت ممكن تغيري بقى، تعملي شويه سندوتشات شاورما، مفيش اي مشكله. الرقاق اللحمه المفرومه متعصجه معانا وزي الفل. اللهم صل على النبي. انا فطران كبده قبل ما اجي. كبده ضاني. اتعملت ازاي؟ هو ده بقى الكلام. انا بخش المطبخ بجيب الكبده لسه بدمها زي الفل، ابويا رحمه الله عليه كان ياكلها نيه، والله العظيم ياكلها نيه مع بصله. يجيب البصله يجي ضاربها بكف ايده كده ربنا رحمه الله عليه، ويجي واكل الكبده نيه جنبيها. فين الايام الحلوه دي؟ مش موجوده دلوقتي. لازم تجيب الكبده ونحط عليها خل، وتقول يا زبيه الكبده مذبوحه لسه سخنه، تقطعها مكعبات وتيجي حطها مع فص ثوم وقرن فلفل حار، اتغيرت الكبده لونها، تيجي حط عليها شويه كمون وعلى طول وعصره ليمون والف هنا وشفا. وما تسيبهاش لما تنشف في قلب الطاسه، كبده الطازه بالذات طالما ما دخلتش ثلاجه خليها نص سوا كده والدم فيها وبالف هنا وشفا. الاطفال هيخافوا من الحاجه ديت، ممكن تسويها سوا زياده شويه. اللحم المفروم هنا زي الفل اهوت، متعصج معايا انا، بس احط عليه شويه البهارات الحلوين، بهارات اللحم المفروم طالما اللحم طازه في ايام مفترجه وايام جميله زي دي كده، ما تكترش البهارات غير اللي تديك الطعم. شويه بابريكا حلوين كده، حلو. وفلفل اسود مجروش، يا سلام، ده لما ينزل كده يتجرش وقت اللزوم اهو، بيدي ريحه حلوه قوي اهو. رذاذ نازل اهوت، فلفل اسود، وعند اللحمه كمان انزل بيها شويه اهي. ده خلي بالك الفلفل الاسود لما ينطحن في قلب اللحمه فريش موضوع مختلف، غير لما تجيبيه وتخزني عندك. اي توابل في الدنيا يا اختي فيها زيوت طياره، اذا فلفل اسود ولا كمون ولا كزبره، اي توابل فيها زيوت طياره لما بتقعد وقت كبير مطحونه ومتسابه، ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ التوابل الزيت بتاعها بيطير. فخلي بالك التوابل ما تتركنش عندك تقعد فترة طويلة ومش هتستفيدي بيها، وجودها زي عدم وجودها. شفت اللحمة؟ بدأت أشم ريحة الفلفل الأسود المجروش في قلبها كده. ممكن تجيبي الهون
بتجيبي خمس ست حبات فلفل بايد الهون كده وتكسريهم وتحطهم في قلب اللحم. وادي اللحم المفروم بتاعنا زي الفل. تمام. العيش المتكسر بتاع الفته جاهز. التحضير ده كله خلي بالك. النهارده العيد بقى عايزين نقفش في المطبخ كتير. حماتي جايه تعيد عليا. ايه المشكله لما اكلها فته من ايدي؟ مش طول النهار انا واقفه في المطبخ. الشيف مفيش ساعه زمن، واقل من ساعه يكون الاكل جاهز. العيش ده يتحمص، في طريقتين لتحميصه. الطريقه الاولى ان انا ممكن اقليه في قلب الزيت، انا ضد ده. العيش ده يتحط في الفرن ويتحمص بالشكل ده كده بيبقى احلى بكتير. انما تحمريه في الزيت هيشرب منك زيت. وممكن تعمليه من بالليل تحضريه، يعني دي الحاجات اللطيفه دي كده. رز مسلوق عندي جاهز زي الفل. الرز المصري والفته من غير الرز المصري ما بتبقاش فته، والفته من غير الرز المصري ما بيبقاش لها شخصيه. في كل الدنيا الفته لازم رز مصري. اوعي تفكري ولا تاخدك دماغك تعملي الفته برز بسمتي. ده رز مصر اهوت، ويتسلق كده يبقى مسلوق سوا كامل زي الفل، بحبهان معلقه زيت صغيره ومعلقه سمنه حلوه، يا سلام تبقى احسن مني. وكده الرز جاهز. تعالوا مع بعض نخلي دي فين، نخليها هنا ورايا اهو عشان نوسع لنفسينا. ونجيب الرقاق بتاعنا، الصينيه الحلوه دي كده، ونجيب معلقتين سمنه حلوين من اللي جايباهم حماتي اخر الاسبوع وجايه تعيد عليا. احط السمنه هنا، عايز انا شويه شوربه بقى حلوين للرقاق اهو. ادي السمنه حلو، واللحمه اهي بدات تغلق الشوربه. دي السمنه زي الفل. انا بألف شويه شوربه للرقاق، خلي بالك اهو. السمنه على النار، وادي اخبار اللحمه ايه يا عم الشيف. على فكره انا معايا طماطم ومعايا شويه كرفس حلوين احطهم على اللحمه. شفت الجو ده كده اهو. اهم حاجه الفته الشوربه بتاعتها، اهم حاجه. ظبطت الشوربه بتاعت الفته، تقدري تعملي لسان عصفور من الشوربه دي، تعملي رقاق من الشوربه دي، شوربه طماطم من الشوربه دي، شوربه المشروم من الشوربه دي. خلي بالك الاولاد يحبوا الحاجات دي برضو ايام العيد، خلي بالك. ممكن اخد شويه شوربه حلوين من دول احطهم على اللحمه المفرومه، مش هتقول لا. بقت مسخسخه، يعني مسخسخه بقت اللحمه لها ايه طعم كده وطريه زي الفل. السمنه اخبارها ايه؟ بتاعت الرقاق بتسيح معايا كده. بحط الفص المستكه ده كده في قلب السمنه. برضو الشوربه بتاعت الرقاق لازم اهتم بيها اهو. ثلاث فصوص كفايه، ومعانا كمان يا عم الشيف فص توب حلو. حلو. بحضر انا ايه دلوقتي؟ شوربه الرقاق، خلي بالك اهو. على النار معلقه صلصه طماطم حلوه. بجد يا شيف؟ جربي اللي انا بقوله ده كده اهو. استني هسه على التومه شويه شويه بس، بس اشم ريحتها، شم ريحتها ويا مرحبا. دي الشوربه بتاعت الرقاق بحضرها، خلي بالك. هو ده. قلبهم على النار. الله على الريحه، الله. خسرت حاجه؟ شفت الريحه؟ دي الايه؟ دي اللي شوربه الفته اهي. بص عليها كده اهي. لا سوري، للرقاق. ده المرق بتاع الرقاق. سمنه، مستكه، فص توم، معلقه معجون طماطم. حط معلقه سكر للامانه. مش اي شوربه بقى، لان الرقاق شوربه. الفته شوربه. ليه معلقه سكر؟ عشان الحموضه. زي الفل. ابدا اخد ايه يا عم الشيب؟ اخد الشوربه اللي عندي دي كده. اللهم صل على النبي اهو. عينيا اهو. طبعا لازم برضو الشوربه بتاعه الرقاق تغلي شويه على النار. هستاذن حضراتكم ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل عايز انوه عن حاجه. المطبخ في العيد بالذات له نظام خاص وله تكنيك وله طريقه تعامل. ما نقفش في المطبخ كتير زي ما انا شغال كده. الفته بتستوي، وادي شربة الرقاق. هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نطبق الاكل ده مع بعض. 10 دقايق وخلص الغداء، وصحن البطيخ وصحن السلطه الخضراء. اوعى تروحوا بعيد بعد الفاصل.
الله الله على الريحة الحلوة. طبيعي سبحان الله ربنا خلقنا كده في لازمة حلوة، العين تشوف حاجة حلوة طول الله، نشم حاجة حلوة نقول الله، نتلمس حاجة حلوة نقول الله، تطلع لوحدها لأن الحاجات اللي بتطلع دي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. حتة اللحمة عايز أقول لحضراتكم على سر الخروف أو العجل اللي بيندبح، حتة اللحمة وطعم حتة اللحمة بيرجع للمرعى بتاعته، هو كان بياكل إيه؟ تاريخه إيه؟ فكل عشان كده دايما الجزارين اللي هم على الموضه يجيب لك تاريخ الخروف ده كان عايش ايه وبيشرب ايه وبياكل ايه وعايش ازاي ومين بيدلعه وبيسمع مزيكا وهكذا، حاجات فكاهات يعني. فلازم حته اللحمه دي تكون متربيه على الغالي. عندنا اللحم بيستوي بتاع الفته، اللهم صل على النبي، في شويه شوربه حكايه، انا شخصيا هاخد شويه شوربه كده في كوبايه اخليهم على جنب بعيد عن الفته وبعيد عن كل حاجه، وعندي المرق بتاع الرقاق متوصي بيه، وعندي اللحم المفرومه بتاع الرقاق زي الفل جاهزه. تعالوا نطبق صينيه الرقاق بتاعتنا عشان ما ننضربش. فين يا عم الرقاق؟ خلينا ناخد اللحمه نشيلها كده بره. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا الرقاق الطري. الرقاق الطري بقى غير الرقاق الناشف. ليه يا عم الشيف؟ يعني مش بيحتاج مرق كتير، طبيعته بيبقى هو طري. غير الرقاق الناشف لازم نسقط الرقاق فين؟ في المرق. بس في حاجه في الرقاق الطري ما بتعجبنيش، الاطراف بتاعته العجين، تلاقي العجينه كده سميكه شويه انا مش بحبها، فشيلها كده مش هتخسر حاجه. حلو، احط كده، احط دي كده كمان. حلو، جاي لك انا، جاي لك جاي لك يا فيلسوف. حاضر، استاذ عايز تعمل رواية النهارده، ماشي انا بهديلك صينيه الرقاق دي. بس تمام، دول كام طبقه؟ اربعه. حلو، انا بحب الرقاق يبقى مش تخين مش سميك يعني. اخد شويه شوربه من دول، الشوربه دي فيها سمنه يا استاذه، الشوربه دي فيها توابل، اسيبها شويه. شفت يوم الرواية ده يشربهم كده وانا شغالها؟ تعملي بيه علشان الرواية ده ينزل تحت؟ اتنين شوكة كده. شفتي؟ شفتي؟ هو ده بقى، هو ده المطبخ. ادورها كده هتلاقي المية الشوربة اختفت اهي. تمام؟ زي الفل، والفها كده بس. واشيل اللي ملوش لازمة ده كده وخلي ورا. ناخد اللحم المفروم بتاعنا. الله، شويه لحمه زي ما قال الكتاب، لحم الرقاق بيبقى ايه؟ مفروم ناعم. لو تجيبيه من عند الجزار قولي له عايزه فرمه ناعمه. حلو، زي فرمه الحواوشي كده. حلو قوي. اوزع اللحم كده. الله، حاجه جديده. ما هي اذا كان ضاني السؤال ده من الكنترول خاص واجابه خاصه، ما احنا كلنا في لحمه النهارده. اذا كان اللحم ضاني مش محتاج لده، لان كده كده الضاني في ده. لو اللحم كان دوز والدهون فيه قليله نحط حته ليه، وبعدين حته الليه الضاني دلوقتي خلاص بتاخدنا المكان تاني. خلي بالك مع طاجن باميه الحاجات دي كلها. شوف انا هعمل بقى تركيه هنا، ودي في سرك لكل أم بتتابعنا، ولكل عروسة بتتابعنا، ولكل ست بيت بتتابعنا. عندنا الحليب، الله، عندنا اتنين بيضة، في قلب الحليب، الله. حلو، ده كده زي الفل. رشة فلفل اسود في قلب الحليب عشان الزفارة بتاعت البيض. لا ما بحبش الفلفل الابيض، انا ملاحظين ان انا ما بتكلمش عنه كتير. سن البابريكا صغيرة وشوية الملح المحترمين. حلو، والشوكة كده بقلبهم مع بعض. جبنة اختياري، بس احنا نحط جبنة بياخدنا سكة تانية بقى، شغل البشاميل والجراتان.
احنا طبعا في الايام العيد يعني نقلل من الجبن والحاجات دي كلها. ليه حطيت بيض وحليب؟ انا بعمل عمليه تماسك لصينيه الرقاق عشان تبقى معايا كده ايه، لها تماسك كده خرطه خرطه. ده البيض اتقلب مع شويه الحليب، باخد شويه شوربه من اللي عندي دي كده. الله عليك يا عم الشيف، الله على روقانك اهو. شفت بقى، هي دي التركايه، انت عملتها قبل كده. تاني بيض، شويه حليب، حطيت عليهم شويه فلفل اسود، شويه ملح صغيرين كده، ظبطت البيض مع الحليب. بنزل بمعلقتين من الشوربه، مغرفه كده من الشوربه اللي انا عامل بيها الرقاق، واخليهم دول على جنب. حلو الكلام. نجيب بقيه الرقاق بتاعنا، نقفل دي كده، خلينا متفقين ان انتوا شطار في عمايل الرقاق، والصعيد المصري والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من القناه الاولى، واقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. انتوا اشطر مني في عمايل الرقاق، بنتعلم منك يا امي، الام اللي هي البركه. ولكن عايز اقول يعني بناخد من الشيف تركايه، وتضيف التركايه بتاعتك، تطلعي انت ايه من هنا بقى ابداع. اهو شفت انا عملت ايه، شلت الاطراف. اهو ما بحبش انا الاطراف، حتى لو بلف شاورما ما بحبش الاطراف بتاعه العيش، بحس ان هي ايه ملهاش لازمه. شفتي؟ اهو كمان واحده. اخواننا السوريين العيش ده بيسموه خبز المرجوك او خبز صاج في الاردن، وتحيه كبيره للشعب الاردني وكل الشعوب العربيه، بيسموه خبز الشراك، ده المسميات بتاعته. في السعوديه، وتحيه كبيره للشعب السعودي، بيسموه خبز البر. انا بقول الاسماء بتاعته لان العيش ده دايما متواجد في المطبخ بالذات، واحنا المصريين بدانا نستخدمه في حاجات كتير قوي الصراحه، يعني شاورما، رقاق. خليت كده زي الفل، احط واحد كمان. انا مكتر لاني بشيل الايه الاطراف بتاعته. تقومي تاكلي شويه رقاق حلوين، ما تحسيش بتاكل عجين. حلو كده زي الفل كده، الرقاق معانا زي الفل يا عم الشيف. هشيل دول كده خلهم على جنب، واجيب السكينه بتاعتي الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واجي هنا يا عم الشيف، وقت على طية دي كده. حلو، ونفس القصة هنا كده، شوية رقاق من ايد المغازي. وانت بتقطعي ايدك على الايه، على الرقاق، عشان ياخد الشكل ده كده. شفتي؟ اربعة دول كفاية. شفت الخلطة اللي معانا دي كده؟ الله، هو ده بقى الكلام، زي ما انا شغال كده. يوم الرقاق ده يشرب كل ده، خلي بالك. نعمل ايه تاني زي ما عملنا في ارضيه الصينيه بالشوكه كده؟ هو دي اهو. شفتي؟ يوم ينزل على اللحم، تيجي بقى تغرف الرواية ده، تلاقي حتة واحدة اللحمة المفرومة، ما تفرولش منك بقى، واخد بالك؟ ننزل بالكمية التانية. البيض هنا بقى مع الشوربة مع الحليب هيخلي لك وش الصينية دي تتصوري جنبيها سيلفي. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. صينية رواق انت ما اكلتهاش قبل كده. اكلتها من ايدك طبعا واحسن مني، بس جربي الطريقة دي وقولي رأيك فيها، طعم تاني على الأقل. يعني إذا هي ما عجبتكيش فهي طعم تاني، لأن تفاصيل صغيرة ولكن بطعم كبير وطعم وإيه وشكل جديد. الصينية كده زي ما هي. يلا، درجة حرارة الفرن كام؟ 180. اللهم صل على النبي. أجيب دي يا فاروق، أنت بتروح مني فين يا ابن الحلال؟ الصينية دي كده هناخدها كده زي ما هي. أهي، حاضر حاضر، فوتك فرص أنت، فرص النجاح. هناخد دي زي ما هي كده في الفرن. اهي اهي اهي، بص عليها بالله عليك، بص على الابداع جوه. صينيه رقاق، ولو عملناها بكره هنعملها بشكل جديد، وبعد بكره بشكل جديد، وطول ما احنا مع بعض هنشوف صينيه الرقاق دي كل مره بشكل جديد. هستاذن حضراتكم، روق الدنيا،
عشان نخش على الفته الحلوه، لان الفته دي عايزه تتعمل بمزاج، وخاصه الطشه بتاعت الفته. ما شهقتيش وانت في قلب المطبخ وشميت ريحه الخل مع التوم مع الباريز، ما تبقاش الفته فته. اه تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة لعمل طبق فتة، وأنا واثق وعندي ثقة إن أنتوا أشطر مني في عمايل الفتة. بس تعالوا نشوف الشيف المغازة هيعملها إزاي. أه عندي طاسة بقى لوحدها كده على النار أهيت سخنت زي الفل. هناخد اللحمة اللي إحنا عملناه ده كده، وفي حتة سمنة كده صغيرة، حلو، ونمسك اللحم ده نشوحه. وعندي طاسه بتسخن للطشه بتاعه الفته، مهم جدا على فكره. نعم ابن حلال والله، صينيه الرقاق تركايه اهو لسه ما خلصتهاش، بس انا مركز قوي في الرقاق لان انا بعشق الرقاق. هوريك حاجه مهمه جدا دلوقتي. نعم يا غالي، احنا مش بنهزر يا فاروق، دي الرقاق. شوف فين الشوربه، قول لي الشوربه دي هتشربها ازاي والرقاق طري. بص عليها وصلي على رسول الله. مكعبين زبده، حته زبده كده على الوش عشان اعمل حاجه حلوه دلوقتي. زبده مش سمنه، زبده. السمنه خلاص احنا حطيناها مع الشوربه. انا بعشق حاجه اسمها رقاق لانه عيش ولحمه بيبقى زي البتاع ده الحواوشي زي الفل. انا بقى بحب ايه؟ حبه البركه، عشان البركه تعمنا. الله انت ابن حلال يا شيف. الزبده مع حبه البركه انسي، مش هتقدر تقاوم. ناكلها كلها زي ما هي كده تخش الفرن. يلا دي التركايه الاخيره، حته زبده صغيره بتطلع الصينيه سخنه بنحطها، اول ما بتشم الصينيه بتسيح بنحط عليها حبه البركه وندخلها جوه تاني الفرن. اه صلى على الحبيب قلبك يطيب. ماشي يا فندم، تعالوا مع بعض نشوف طبق الفته اخباره ايه. اه زي الفل. حل على النار، ناخد اللحم ده كده نعمل فيه يا عم الشيف نشوحه، ويهمنا البصل السليم. اه العب العيد لحمه يا فاروق. هو ده فطرت ايه النهارده يا مخرجنا؟ فته. تفطر الصبح فته ولا كبده؟ شفت اللحمه خلاص جاهزه، الشوربه عندي بتاعتي دي خليها كده على جنب. حلو، الطشه بتاعت الفته بتاعتنا، عندي شويه الشوربه الحلوين، الله. ناخد مغرفه شوربه كده ونمسك العيش ده كده نشربه، الله. اه الشوربه لازم تكون سخنه، اوعى تحط شوربه الفته بارده على العيش. اه وانا من انصار ان العيش يكون ناشف في قلب الفته، ما يبقاش طري، وده اختياري برضه، يعني عندنا كبار السن يحبوه طري، وبرضه وانا احبه طري وكل حاجه، بس احب فيه القرشه دي كده، احس ان انا باكل عيش، يعني افصل الطعم الرز عن العيش، كفايه كده. حلو الكلام؟ اه خلي دي هنا للطشه زي الفل. الرز المصري اخباره ايه؟ هو ده فته من غير رز مصري ما تبقاش فته. حط عليها كده وبيني علامات العيش، يعني مش تحط العيش الرز على العيش كله، لا يخلي الاطراف كده عيش الباينه اهو، عشان نحط الهوبر دلوقتي ونسمي بسم الله كده ونمد ايدينا، ورب العيله ورب الاسره والكبير يمد ايده الاول. ربنا يخلي لنا كل رب اسره وكل رب عيله. شفت الرز؟ الرز خلص، روع الطبق. انا عارف هو البطل بتاع الصوره دي، يا سلام. اهو انا عارف ابيض لك الصوره الحلوه. بيقول لي فين اللحمه على الطبق؟ بقول لكم معايا مخرج بقى يحب الهوبر. اهو ده انا هطلع لك صينيه رواية دلوقتي تتصور معاها سيلفي. اللحم بتاعنا اخباره ايه؟
هو ده التشويحة بتاعت السمنة دي كده اللحم. حب أنا اللحم ده كده إيه بعد ما يطلع من النار يتشوح كده، رشة فلفل أسود حلو عليه. حضر اللحم كده وهو بيتحمر على النار، شم ريحة الفلفل الأسود اللي نازلة عليه. أنا بحب أكل اللحم المتحمرة دي، بجيب طبق كده جانبي فيه شوية فلفل وشوية ملح، وغمس اللحمة بشوية فلفل وشوية لحم وشوية ملح. ناخد اللحم ده كده، الله شفت الخطوة دي؟ آه. بصل، طماطم، فلفل. أنا من عشاق البصل اللي بيتحط في اللحمة ويستوي مع اللحم من زمان على فكرة. ممكن ما أكلش لحمة وأكل البصل، وخاصة لما أكون في قلب الملوخية وتطلع البصلاية ملغمسة ملوخية. تخيلين الموضوع ده كده؟ آه الموضوع معايا بيفرق أوي. زي الفل. طاسة على النار، نعمل الطشة بقى ونشهق مع بعض. أهي حلو، معلقة سمنة عشان الطشة بتاعت الشيف مختلفة، مع معلقة السمنة دي يا عم الشيف مكعبين زبدة يا ويلي تخلي اللحمة طرية. اه يلا حلو، كزبرة ناشفة والثوم، اللهم صل على النبي. يا ويل يا ويل على الريحة، يا ويل على الريحة. لسه لسه شوية كزبرة ناشفة، هو ده أنا أحبها دي، الطشة بتاعت الفتة. شوية فلفل أسود حلوين، هو ده ده الجديد أهو. حلو، معلقة خل صغيرة. العب. هسه لسه دي بتاعتي، الله زي ما هي كده. ناخدها عم الشيف، هي دي الطشة بتاعت الشيف. طماطمية مبشورة مع التومة، استنى على الخل لما يتطاير. شوية الشوربة الحلوين، يلا يلا هو ده. يلا مع بعض، يلا مع بعض، سمي بسم الله. هي دي، جرب الطريقة دي كده قولي لي رأيك فيها ايه. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا للي هياكل والضيوف والحبايب والجيران. خلص الكلام، تعالوا نطلع الرواق. لا 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 سمعوس، شوية رواق بتوع المغازي. حطها هنا، اللي بالك دول مش هتلاقيهم غير عند المغازي وطريقة المغازي. شفت صينية الرواق دي؟ اللهم صل على النبي، دي تفاصيلها كتير على فكرة، دي تتدرس. الرواق هو ده، تفاصيله كتيرة بقى الرواق ده كده. هنشوف حاجة مع بعض كده، مع بعض دلوقتي كده حالا. بسم الله الرحمن الرحيم، حبة البركة. شفت 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 شفت، بص بص التفاصيل دي كده، بص شفت اللحمة تلاقي حتة واحدة يا. الله على الريحة، تتكلم مصري، الصعيد المصري والريف المصري. سامع القرمشة دي؟ سامع الصوت ده؟ اسكت شوية عشان نسمعه. ألف هنا وشفا للي ياكل. حلو. الفتة عملناها وصينية الرواق عملناها، عايزين نعمل طبق سلطة خضراء حلو. معانا وقت مخرجنا الجميل؟ الله عليك، وانا مش عايز غير دقيقه بالصلاه على النبي. السلطه الخضراء دي عندك من خير التلاجه ومن قلب التلاجه بتطلع. معانا طماطم، معانا جرجير، معانا خضره، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. التتبيله دي بتبقى تتبيله شويه زيت زيتون وعصير حامض، وخلص الكلام. وانا شخصيا ما بحبش اتبل السلطه كتير. هناخد السلطه زي ما هي كده بالتركيبه بتاعتها دي كده. والصحن البطيخ اهم حاجه على السفره، كل ده كوم
والبطيخة اللي أنا جبتها الصبح النهاردة وأنا راجع من صلاة العيد لقيت عربية البطيخ واقفة والدنيا ملمومة على الراجل الطاي ده مرزة واقف في حتة حلوة. اديني بطيخة يا عم الحاج. قال لي اكسرها. قلت له لا أنا ورزقي، أنا طالع من صلاة العيد أكيد هتبقى حلوة. واخد البطيخة واجيبها للاستوديو هنا يا اخوانا. بسم الله ما شاء الله شايفينها على الشاشة، محظوظ أنا السنة دي مع البطيخ. ده جرجير. طبعا شوية الجرجير كده برضو حلوين مع الفتة. كده خلصت السلطة بتاعتي والترابيزة زي الفل. صحن بطيخ بعد الفتة يساعد على الهضم ويخلينا ناكل. صحن السلطة مهم جدا على السفرة. الرواق بقى ده عايز اقول لحضراتكم مزاجي في يوم العيد. سيبك انت بقى ده الغداء، يعني ما اكلش فتة، اكل الرقاق، فيها لحمة وفيها رقاق وفيها حبة البركة، ويا رب البركة تخش كل بيوتنا وكل عام وحضراتكم بخير. فرصة ان احنا مع بعض النهاردة، وان انا مبسوط ان انا بهيئ كل اخواننا المصريين وكل مصر في كل محافظات جمهورية مصر العربية، كل امهاتنا اللي بيتابعونا وكل الوطن العربي. كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية، ويا رب نكونوا في سلام وأمان وإيد واحدة على شعب واحد ووطن واحد. رؤية فن إبداع، شوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.